كل باب ديالنا هي راه ملي اليوم في اطار الدور الاستثنائيه تم مناقشه 16 نقطه نقاط تم اتفاقيه الشراكه مع المجلس الجماعي، كذلك نقطه تهم تخصيص مقاعدين فريق حنا طراس من اجل المركب المجلي للشعب المركب الرياضي. معكم رشيد المعيفي رئيس المجلس الجماعي لمدينه مسكان. في اطار الدوره الاستثنائيه لشهر غشت عقدنا دوره كانت من اهم نقاطها اسقاط حق الامتياز وفسخ الاتفاقيه المبرمه بين جامعتين زكان وشركه برادر شوب. هذا القرار ما جاش عبثا، ولكن بعد تخطريتنا فيه بما فيه الكفايه منذ تولينا المسؤوليه خدنا الوقت الكافي وجلسنا معنا الامتياز مرات متعدده من اجل انه يفعل الالتزامات ديالو. للاسف بعد توصيلي بخمس مراسلات توجبه انه يلتزم بالالتزامات ديالو، للاسف ما استجبش، فكان منا الا اننا ندرجوا داخل الدوره نقطه اسقاط حق الامتياز وفسخ الاتفاقيه. القرار اللي كان بالاجماع 33 عضو مقابل 33 صوت، هذا فخ لنا كمجلس، فخ لنا كاعضاء ديال هذه المدينه. حنا القرار ديالنا عن قناعه، ما فيه لا مزايدات، ما فيه لا تسويف، ما فيه لا ابتزاز، قرار منبعث من القناعه ديالنا بان سوق الحريه يجب ان يحل مشكله نهائيا، بتصور اكيد ان التاجر هو الحلقه اللي غادي نهتموا بها بزاف في هذا الاطار. كنقول تاجر قوي لسوق قوي، والنزاع نخليوه جانبا، نزاع القضاء نخليوه جانبا، كيجمعنا مع بين الشركه وغادي ندعموا السوق والتجهيزات ديالو من اجل انه ينجح. السابقة بان القرار ما كانش عبثا، خدينا فيه الوقت الكافي، نتمنى ولا نكونوا نتوفقوا، خرجنا من الجهاد الاصغر اللي هو القرار، غادي للجهاد الاكبر اللي هو التنفيذ ديال القرار في اطار القانون. بالطبع نتمنى ولا نتوفقوا لما فيه خير لهذه البلاد وفي خير لهذه المدينه. والسلام عليكم ورحمه الله.